احنا نيجي نقول العطرة خلينا نشوف طاقتك انت هنجمان بس هنجمان مقلوب ايه لا صحيحة صحيحة انت شكلك متعلق ومش قادر تفك نفسك لانك انت شايف في شيء وراك مصيري انت متعلق فيه سواء كان علاقة او عمل انت في علاقة شايفها انت هي كمصير الك او في قرار انت مش قادر تاخده لانه شايفه قرار مصيري يعني يمكن يغير كل مصير حياتك او مجرى حياتك كليتها كمان انت متعلق بشخص شايفه شخص يمكن شوي متقلب المزاج عنده تقلبات في مزاجه كعجلة الحظ يوم معك ويوم الك يمكن انت كمان بانتظار قرار مصيري مش معاك القرار لكن انت بانتظار قرار مصيري من هذا الشخص هل تفك نفسك من هذا التعلق وتمشي وتسيب ولا تضلك مع هذا الشخص المهم انك انت مش قادر تاخد قرارات مش قادر تمشي لقدام مش قادر تكمل في مصيرك الشخص ده وراك شكله حازم جدا وانت بتستنى منه في قرار على فكرة الشخص هذا لانك انت عارف انه الشخص هذا اذا اعطى قرار خلاص يكون هو صادق فيه هو شخصيته جدية جدا وجامد هذا الشخص لكنه ما ياخذ القرار على فكرة ما ياخذ القرار بس هو ما قالكش عنه لسه تبين انت في العمل كنت تستنى في ترقية في من مديرك أو تستنى في مثلا تحصيل أتعابك أنت بانتظار إنه يحكموا لك في أتعابك يمكن أنت في عملك مدير ومثلا اللي تحت إيد المدير احتمال هذا الشخص يكون في ارتباط غيرك أنت وأنت بتنتظره ياخد قرار بينك وبين الشخص هذا الشخص هذا ما ياخد قرار لكن شوي مجمد قلبه يعني مش مشاعر ماخد قرار عقلاني طيب خلينا نشوف المرتبطين الشخص اللي شايفك انك انت شخص عنيد جدا شخص دائما متجاهله للمرتبطين احنا بنحكي شخص دائما متجاهله مو حب لنفسك كمان انا شايفك انك انت بتحب نفسك بتحب ذاتك اناني بعض الشيء it's up to you طبعا الموقف بتوقف عليك عشان عن جد فعلا هو شايفك انه كل اشي واقف عليك انت طيب و شايفك انك انت عنيد لا تقبل بالأقلية شخص تنتقي كل شيء بالعند مش متروي هو شايفك انك انت متروي لكن انت مثلا اذا الاشي بيعاكسك بتعاكس هذا الشخص فبتاخذ القرار شايفك انك انت بتعينده احتمال انك الشخص هذا طلب منك طلب وبستنى منك قرار متعلق في المصير احتمال كبير هو كأنه عرض عليك عرض ومستني منك انت تبوح في كلمتك احتمال العكس انت عرضت عليه عرض ومثلا حطيت انه هذا القرار اللي راح ياخده مصيري انه بعدها راح تقطع مثلا في عرض واقف بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص بيستنى منك يا اما ردة فعل يا اما انت بتستنى منه ردة فعل بس انا حاسس ان انت يعني الشخص هذا عارض عليك شيء لانه بقول لك هون it's up to you يعني الموقف واقف عليك انت انت صاحب القرار فالشخص هذا عارض عليك شيء وانت مطنش هذا الشيء مطنشة ومش معطي للشخص ده قرار انت واقف في القرار مش راضي تاخده
لان انت شايف ان هذا القرار اذا حكيت يس او نو هو قرار مصيري، فكأنك انت متأني وصابر، وفي صبر في قمة صبرك، وداخل في نفسك كبرج عذراء بتحلل وبتحاسب نفسك وبتراقب هيك شغلات. لهيك الشخص هذا شايفك عنيد جدا، وانت كأنك انت قاعد بتعاند فيه. احتمال يكون بينكم اطفال، ونقطة القوة بيناتكم هي الأطفال على فكرة. يمكن هذا الموقف إنه عرض عليك مثلا نبقى مع بعض، انتوا تبقوا مع بعض عشان الأطفال بس، مش علاقة كاملة بس عشان الأطفال. يعني شايف إن فيها تدخل أطفال، أو الشخص هذا عرض عليك مبلغ إنك انت تدير بالك هذول الأطفال، لحتى يعني إنه يضلوا معك الأطفال وهو بيصرف عليهم مثلا مبلغ مالي، أو الشخص هذا بيطالب إنه يشوف الأطفال أو إنه يبقوا الأطفال معي. لأن أنا شايف في بينكم مرحلة انفصال مش صايرة بس بدها تصير احتمال. خليني أشوف. طيب هون طيب شو نقطة القوة بينكم؟ الاتحاد. انتو شكلكم كل واحد برأيه او متشبت برأيه، دائما متشبت في رأيه، لكن نقطة القوة بيناتكم هي انكم تكونوا متحدين ومتفقين على رأي واحد. انت شكلك لا، متردد دائما، ودائما رأيك انت متشبت في رأيك. فهون بقول لك القوة بيناتكم انكم تكونوا في اتحاد مع بعض، عقلي وعاطفي وعملي. احتمال انتوا مع بعض في العمل، الشخص هذا مثلا عرض عليك عمل اخر او انه هو يكون معاك في العمل. احتمال يكون نقطة القوة بيناتكو لحتى تضلوا مترابطين مع بعض انه يكون العمل بيناتكو اقوى، او تكونوا مع بعض في العمل. طيب شو نقطة الضعف؟ نشوف إيه. انتو زي ما حكيت لكم انتو كل واحد متشبت في رأيه، إيه في فجوات كبيرة في هاي العلاقة بتصير هي من وراء العصبية الزايدة بيناتكو. كمان انه انتو زي دائما بيناتكو غضب، غضب. الغضب هو اللي بيضعف هاي العلاقة، خليها ضعيفة او مهددة بالانهيار في اي وقت، وعدم يعني تبادل الاراء. انتو بتتبادلوش الاراء، كل واحد باخد قراره من نفسه. حتى لو بينكو اطفال مثلا بتفكروش في الاطفال قد ما بتفكروا مثلا في ذاتكم في نفسكم. فانتو كل واحد متشبت في رأيه وما بيستشير التاني على العمل على الاطفال، لا انتو كل واحد بقرر قراره بروح يرمي للتاني، وانت حر تقبل ام لا تقبل هذا الشيء برجع لك. طيب شو نوايا الشخص هذا او شو مخبي عنك؟ وشو نوايا الشخص هذا مخبي عنك؟ انه 6 اوف وند. الشخص اللي مخبي عنك انه بده ينتصر امام الاخرين، امام الناس او امام اهله مثلا، داخل بتحدي مع اهله انه هو اللي تمشي كلمته، لانه مثلا عائلته عارفين انك انت شخص عنيد ولا تقبل مثلا بالشيء اللي عرضه عليك، فهو مراهن هذا الرهان. بعدين هذا الشخص مخبي عليك انه هو متكبر وبحب الانتصارات، لكن بيكون زي بيتنازل شوي عشان يوصل للأكبر، عنده شوية تنازل حتى يوصل للإشي القمة، بحب يوصل للقمة دائما، بحب هو يكون مسيطر. مش باتفاقية منكم أو تكونوا متحدين على رأي واحد، لكن هذا الشخص بحب يكون هو المسيطر، هو القائد القطيع، هو القائد في المنزل، هو اللي كلمته تمشي. عشان هيك هو شايفك إنك أنت عنيد، هو شايفك إنك أنت كلمتك بتمشي مثلا في هاي العلاقة. وهو بحب يفرج الآخرين إنه هو الشخص هو اللي ممشي هاي العلاقة، هو مدير أمورها. الشخص هذا مخبي عنك إنه هو بحب شفط الحالة، أو بحب يفتخر بيتباع إنه هو مثلا هو القائد، هو اللي بيقود هذا هاي العلاقة، أو
بقود هذا المنزل أو أي شيء شو ما كانت نوع علاقته، هو بحب الانتصارات. الشخص هذا شو ما كانت كلبه، الشخص هذا بحب الانتصارات. طب هو شنو من ناحية العلاقة؟ هو يعني أنا شايفها إنه هو اللي يكون متحكم في العلاقة، هو المتحكم الوحيد. هو بده تكون العلاقة متحدة متوازنة، لكن شرط إنه يكون هو المسيطر، هو ماسك زمام الأمور، هو ماسك كل شيء. فالشخص هذا، فالنصيحة بقوله لك إنه الموقف متوقف عليك أنت. وفي موضوع أطفال بيناتكم، إذا في نزاع على الأطفال فالشخص هذا حابب وعنده رغبة كبيرة إنه يفوز بالطفل اللي معك. فانتبه من هذا الشخص، حابب إنه هو يكسب. أنا حاسسها هيك يعني، إنه بده يكسب، بده يفوز عليك، أو بده يتوازن، يبين أمام الجميع إنه هو الكسب، هو كسب هاي الحرب، أو هو كسب وضعه في العلاقة كقائد، وإنه عرف إنه لفك بكلمتين أو بعرض أو خلني أشوف أكتر عشان ما نظلمش يعني الشخص هذا. بس أنت تذكر إنه ترى الكوين أوف وند، ملكة الرؤوس. الشخص هذا ناوي إنه يغريك في عرض ما، ناوي يغريك في عرض ما. الشخص هذا شكله منجذب لك، لكنه حسك انك انت اعلى منه. انت شخص مثلا وضعك الاجتماعي اعلى، شخص مهتم في ذاتك جدا. هو ناوي يفرجيك انه هو نفسك، انت حبك لنفسك، هو نفسه يحب نفسه كمان. بس في اطفال في الموضوع، ممكن انتوا في نزاع بيناتكو على الاطفال، واذا كان في اتفاقية على الاطفال بيكون افضل بيناتكو. اما الصراعات اللي راح تصير هي راح تكون مش لصالحكم ولا لصالح الاطفال، لكن الموقف هو الاطفال، الموقف اللي انت فيه هو متوقف عليك انت يا برج العذراء. طيب خلينا نشوف المنفصلين. هون بيحكوا لك في غضون الأشهر القليلة القادمة، أو في مدينة جميلة من بابين. حسيت الصحة is good. طيب عشان أفهمهم مع بعض بحب أمسكهم. انت احتمال هذا الشخص جديد في حياتك وعلاقة جديدة هي طازة، احتمال البعض منكم، ودخلت في العلاقة سريع سريع وطلعت منها سريع جدا. انه هو شايفك شخص قلول، انت قلق. انت يا برج العذراء بقول لك فعلا انت قبل الشخص المناسب. احتمال انت صحتك تعبانة على فكرة، لأنه مو شايفك برضه تعبانة، هم بيقولوا لك فيه بيطمنوك فيه للصحة تحسن. طيب قال لي شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شاعر انك انت، او هو حاسس بانجذاب ناحيتك، وحاسس انك شخص عقلاني جدا ومسيطر على عقلك، لكن في انا شايف في تناقض يعني الاحساس. خليني اشوفها شوي. تعرف الشخص هذا شو شايف؟ عندك شعر انك انت عزيز النفس، عندك عزة نفس. وليش؟ لانه شايفك انك انت شخص قلوب، وبعدين شايفك انك انت شخص عندك مستعد ترحل، ولا مثلا تخلي هذا الشخص مثلا يزلك او يهينك او ايا كان، او مثلا يعرض عليك عرض تحس بالذل من ناحيته، يعرض عليك يساعدك بالمصاري، يساعدك بالعمل، يساعدك باي شيء. فالشخص هذا شايف انه انت عندك عزة نفس عالية جدا جدا، وكأنك انت مثلا شخص لا تميل لمصلحتك، شخص لما تحس الامور صار بدها حسم تحسمها، يعني شخص قاطع كالسيف.
هو كيف بفكر فيك؟ هو بفكر فيك هارفن، شخص تشوفك عقلاني، وانت بتميل في العلاقات للزواج او للعلاقات اللي فيها تفكير في العقل مش في القلب وبالمشاعر. يعني انت شخص تميل للعقل مش للمشاعر، شخص انت بميولك للارتباط للزواج طولي بدون لف ودوران وعلاقات طويلة الأمد، لكنه هو شايفك انت او بفكر فيك كزواج، وهو بده يعطيك قرار لزواج. هو كيف كان شايفك في الماضي؟ وكان شايفك قلوق جدا جدا جدا، كان شايفك انك انت بتفكر كتير، وانت فعلا وشايف انك انت بتفكر جدا جدا قبل ما تعطي القرارات، قبل ما تعطي القرار كان شايفك قلوق جدا جدا، والقلق والتفكير مسيطر عليك اكتر من المشاعر. كان انت لا تملك مشاعر الا بس تفكير وعقل، يعني انت مثلا مش مشاعرك بتقودك في العلاقة، انت يعني هل يصح او لا يصح في العلاقة. وانا شايفك انك انت عندك رهبة من اللي حواليك او الناس اللي حواليك او في ماضي مرقت فيه، انت كأنك مش مفكر انك انت تفوت في هاي العلاقة. مدام قالوا لك انه في هون شفاء، انا اتخربطت فيها، بس مدام انه شايفين انه في هيلينج شفاء لك، معناته انت شخص اما مارق في علاقة وحاسس بانه فيش عندك ثقة في الاشخاص او